سبع جبهات في تعز محتدمة فيها المعارك في آن واحد، أشدها ضراوة غرب وجنوب تعز. في الجبهة الغربية للمدينة تشتد المعارك العسكرية لليوم الثالث على التوالي، حيث تتقدم قوات الشرعية على أطراف منطقة مدارات ووادي حناش باتجاه مصنع السمن والصابون ومفرق شرعبل الاستراتيجي، وكذا غرب جبل هان باتجاه منطقة الربيعي. فيما بدت المعارك ذاتها في الصلو جنوبا والتي استعادت فيها قوات الشرعية قرية الحود والعقيبة، كذلك هي في جبل الضعيف ببن عمر. وفي الجبهة الشرقية حاولت الميليشيات الانقلابية استعادتها بعض المواقع شرق معسكر التشريفات والقصر الجمهوري، لكن وحدات الجيش أفشلت المحاولة تلك وكبدتها سبعة قتلى والعديد من الإصابات وإعطاب طقمين عسكريين. تقدمت في محيط جبل الهان، سيطرت على قرية الرقمة، سيطرت على منطقة الجزارين، سيطرت على تبة العشيق، سيطرت على أجزاء واسعة من مدارات، سيطرت على وادي حناش، تقترب من نقطة الهنجر، تقترب من محيط طلة الظنين، تقترب من مصنع البلوك باتجاه العروش ومصنع السمن والصابون. هناك خطة عسكرية بالوصول إلى خط 60 والالتحام مع الجبهة الغربية وتحرير المنفذ الغربي والوصول إلى ميناء المخا الساحلي لمدينة تعز. القصف المدفعي من قبل الميليشيات على الأحياء السكنية لا يتوقف، ودائما الضحايا نساء وأطفال كما حدث في عصيفرة شمال المدينة. الحالة اللي وصلتهم أربع نساء، طفلتان، إحداهما بعمر 15 عاما والأخرى بعمر 14 عاما، سقطتها شهيدتان وكما ترون جريحتان من ضمن الضحايا لهذا اليوم. المعارك المحتدمة وفي مختلف جبهات القتال في تعز تنذر بتحرير قادم للمدينة وفك الحصار عنها. في محيط مصنع السمن والصابون هذا تدور معارك عنيفة يسعى من خلالها الجيش الوطني للوصول إلى مفرق شرعب، ومنه التوجه غربا للالتحام بجبهة المخا لفك الحصار على مدينة تعز. محمد الحذيفي، الإخبارية، من الجبهة الغربية لمدينة تعز.